طبعا الخير عليك يا منى، وربما العالم كله مشغول ومحدش بيتكلم غير على قضية واحدة بس، هي قضية التغيرات المناخية. كلنا عارفين قصة الاحتباس الحراري، ان في غازات خرجت كتير جدا مش عارفة تخرج من كوكب الارض، فسميت بالاحتباس الحراري ان هي محبوسة جوه كوكب الارض. هذه الغازات عملت حاجة اسمها التغيرات المناخية. التغيرات المناخية دي اثرت على كل حاجة، خلت الشتاء اكثر برودة وخلت الصيف اكثر حرارة، قلبت موازين الكيمياء بتاعه المناخ بتاع كوكب الارض. هذه التغيرات المناخيه اثرت على ايه؟ اثرت على كل حاجه، اثرت على المحاصيل الزراعيه، لان مواعيد المحاصيل الزراعيه ما بقتش عارفه الموضوع ده شتاء ولا صيف، اثرت على الجو، اثرت خلت درجه حراره الارض القرن العشرين غير القرن الواحد وعشرين، زادت درجه حراره الارض 1.5 درجه مئويه، بحلول عام 2100 هتوصل درجتين، ولو حصل ده هتغرق عده مدن كبيره. الموضوع عالمي مش هيرحم حد، في 7 أو 8 دول هم المسؤولين عن القصة دي كلها في العالم كله، وهم الدول الأكثر إنتاجاً أو أكثر استهلاكاً للطاقة، اللي هي الدول الصناعية الكبرى. إحنا بقى فين؟ إحنا متأثرين. سؤالنا النهاردة مرتبط بهذا الأمر تماماً، هل أنت قلق من التغيرات المناخية اللي بتحصل ولا لأ؟ سؤالنا ده موجود على كل صفحاتنا على السوشيال ميديا، منتظرين تعليقات حضراتكم اللي هتلقى تفاعل طول الحلقة، وربما أول حد هتواجه بيه السؤال هو من هل أنت قلقة من التغيرات المناخية اللي حصلها؟ والله يا مصطفى أي حد لازم يبقى قلقان. إحنا اتغيرت الدنيا خالص. صحيح. إحنا صغيرين كنا بناخد كده في الدراسات الاجتماعية وفي الجغرافيا إن الجو في مصر حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. صحيح. إحنا مش شايفين أي دفى في الشتاء، شايفين مطرة كتيرة جدا ممكن بتسبب حتى للحظات كده لأيام في تعطيل الدراسة من كترة بتبقى السيول شديدة جدا، ويبقى حرص على الولاد من انهم يتحركوا. وبنشوف كمان ان احنا في الصيف اللي احنا متعودين ان هو يبقى فعلا جاف وفعلا حار. صحيح. احنا شفنا محافظاتنا الحدودية السنة دي يمكن 4 أو 5 مرات فيها سقوط للأمطار حتى وإن كانت خفيفة، بس مطر ايه اللي موجود في الشتاء؟ احنا دخلنا كده في مناخ مداري وقاري وقصص مش بتاعتنا خالص. محدش فاهم اللي بيحصل ايه في مصر، ومحدش عارف احنا رايحين فين، والدنيا كلها كمان مرتبطه في الجو. الموضوع غريب قوي. ده انا عايز اقول لك ان في علماء في الاحياء بيقولوا ان في كائنات انقرضت من الزواحف الصحراويه، و نباتات معينه ما بقتش تطلع، و كمان كائنات بحريه يعني اسماك، انواع اسماك معينه برضو على وشك الانقراض. فاحنا قدام تغير ملامح كبيره، حتى في بعض الفواكه او بعض الخضروات لما بتاكليها بتحس طعمها بلاستيك، ما بقاش نفس الطعم، لان فعلا هي المفروض ان هي بتطلع في درجه حراره معينه ودرجه بروده معينه، ما بقاش نفس الكلام. الموضوع مرتبط بحياتنا كلنا وبالكيمياء بتاعت كوكب الارض كلها. هنتكلم في ان يمكن في 7-8 سنين لو ما لحقناش او العالم كله ما لحقش يبقى فعلا ايد واحده انه يتصرف، ممكن على 20-30 نلاقي الاجواء كلها اتغيرت. احنا شفنا كمان الحرائق اللي موجوده في اوروبا على مدار الصيف بسبب الحراره المرتفعه جدا، اللي احنا متعودين يعني ان احنا دايما عارفين ان الجو في اوروبا بيبقى لطيف، اللي بتبقى امكانياته ومساعداه ومتاح له ان هو يتحرك ما بين الدول وبيقدر يسافر، بيبقى مبسوط جدا ان هو يسافر عشان يهرب من حرارة الجو. لا، ده الجو هناك حر وحر جدا كمان. احنا شفنا كمان جفاف نهر الدانوب، وده كان مفاجأة كبيرة جدا لينا، اللي كشف لنا عن باخرة او مدمرة من مدمرات ألمانيا كانت غرقانة من الحرب العالمية الثانية، لم تكتشف الا في بعد جفاف نهر الدانوب. شفنا مفاجآت كتير جدا في العالم، شفنا حاجات في الصين، الصين نفسها اتأثرت برضو، كان في موجات برضو من الحر الشديد جدا في الصين. احنا بنتكلم العالم كله متغير. طب السبب ده يعني والبرد الشديد، انت شفت الشتاء اللي فات كان قارس البرد فيه فعلا. صحيح. كان درجات الحرارة بتوصل لـ3 و4 في الأيام العادية، يعني ما بنتكلم في القاهرة اللي هو أصلا الجو فيها معتدل جدا. فلأ طبعا احنا يعني لو ما خدناش بالنا هنبقى في مشكله كبيره. ربنا يحفظ كل العالم. صحيح. وربنا يسترها ويعديها على خير. يمكن عشان كده احنا بنحاول دايما نقوم بمبادرات وبنحاول دايما نلفت انظار العالم اللي هم اصلا طبعا اكيد واخدين بالهم، لكن لما بيلاقوا حد يقول يا جماعه الخير احنا عندنا يعني بنحاول نشوف حلول بديله وبنحاول ننظم مؤتمرات بديله نتكلم فيها عن اللي هيحصل في الفتره الجايه، يمكن الناس الرشيده تستجيب وتقدر تتصرف. صحيح. وخلينا نقول ان كوب 27 هو النسخه اللي مصر هتنظمها ان شاء الله يعني بنهايه هذا العام في مدينه شرم الشيخ.
النسخة دي هتشهد حضور عدد كبير جدا من دول العالم. بطبيعة الحال احنا مفروض ان احنا هيبقى في حل من هذه الدول الكبرى للدول الصغرى، لان الدول الكبرى ملزمة بفاتورة اللي حصل ده ان هي تدي مساعدات للدول الأكثر تضرراً. احنا عندنا 7 أو 8 دول مسؤولين عن 70% من الغازات اللي طلعت من كوكب الأرض وعملت هذا الاحتباس الحراري. 70% من 7-8 دول، ده حقيقي. الدول دي هي الدول الصناعية الكبرى، هي الدول اللي تمتلك المصانع، هي اللي عملت هذه الغازات، هي اللي كسبت فلوس كتير جداً من الصناعة. فلازم يعني جزء صغير مين اللي تعمله انها تديه للدول الاكثر تضررا. اما نشوف الولايات المتحده الامريكيه ناويه على ايه، يمكن 25% او الارقام تقريبيه، يعني 25% من التسبب في المشكله قد يكون من الولايات المتحده الامريكيه. الدول الصناعيه الكبرى هي المسؤوله عن المشكله دي، وهي المسؤوله عن المساهمه في حل هذه المشكله، لان العالم في الاول وفي الاخر كلنا موجودين فيه وبيساعنا كلنا، والمفروض ان احنا كلنا نشترك في حل هذه المشكلة ايا كان بقى مين السبب فيها. على اي حال احنا عرضنا المشكلة لحضرتك، هل انت قلق من التغيرات المناخية ولا لا؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على فيسبوك، منتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهاردة في حلقتنا طول اليوم. هنقرأ اجوبة حضراتكم، هنتفاعل معها وهنرد عليها، وهيكون معنا ايضا فقرات مرتبطة بهذا الامر. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا صباح الخير.